طابت أوقاتكم. يزور السيد عبد الملك المخلافي روسيا الاتحادية في زيارة هي ليست الأولى من نوعها بعد الأحداث والتقلبات التي شهدتها اليمن، التي ترتبط بعلاقات تاريخية طويلة مع الاتحاد السوفيتي السابق ومع روسيا الاتحادية. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد التطورات الدراماتيكية التي حصلت في اليمن ومقتل الرئيس علي عبد الله صالح ومحاولة إيجاد حل سياسي بعد هذه التطورات التي حصلت وتثبيت أسس الشرعية التي تحتفظ الآن كما تقول التقارير بجزء كبير من الأراضي اليمنية. يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الملك المخلافي، وهو ضيف عزيز دائم على روسيا اليوم، ويتشرف يشرفنا بزيارة استوديوهاتنا في كل زيارة يقوم بها إلى موسكو. بودي أن أسألكم المباحثات اليوم كما يعني يجمع فريق كبير من المراقبين لها أهمية خاصة في ظروف إقليمية ويمنية ودولية غاية في التشابك والتعقيد. ما هي القضايا التي أثيرت في هذه المباحثات مع السيد لافروف اليوم؟ في حقيقة الأمر أن زيارة إلى روسيا الاتحادية بدعوة من السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي هي زيارة هامة، لأنها تأتي في ظل متغيرات كثيرة على صعيد اليمن من ناحية وعلى صعيد العلاقات اليمنية الروسية، خاصة وأنكم ليس فقط وزير خارجية وإنما نائب رئيس الوزراء اليمن. نعم، العلاقات اليمنية الروسية تشهد الآن تطور ونقلة نوعية كبيرة. روسيا الاتحادية التي كانت على علاقة تاريخية كما تعرف مع اليمن، وسنحتفل في 1 نوفمبر من هذا العام في برنامج اتفقت عليه مع معالي الوزير، برنامج احتفالي هنا في موسكو بالمناسبة، تدخل عامها 90 أو تستكمل عامها 90 بالأصح، من أقدم العلاقات. نعم، نعم، في 1 نوفمبر 1928. هذه العلاقات التاريخية روسيا أيضا كانت فيها في ظل التحولات الأخيرة منذ ثورة الشباب في 2011 راعية لكل التحولات التي حدثت في اليمن، كانت ضمن الدول التي عرفت العشر الراعية والتي أصبحت تعرف بعد ذلك بالـ 18. روسيا كانت شريكة مع الشعب اليمني في التحولات وشاهدة على ما حدث. لفترة من الفترات كان ربما هناك بعض الضبابية في معرفة ما الذي يحدث في اليمن بالضبط ومواقف الأطراف وإلى آخره، لكن هذا لم يمنع أمرين إيجابيين في العلاقات، ثلاثة أمور في العلاقات اليمنية الروسية. أولا، أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية اليمن، هذا موقف دائم في السياسة الروسية ونحن نقدره. ثانيا، أنها كانت ملتزمة بالشرعية الدولية وكل القرارات. وثالثا، أنها أبقت علاقتها مع الحكومة الشرعية في إطار التزامها. لكن وضوح الموقف تجاه ما يحدث في اليمن وتجاه ما هو موقف الحكومة الشرعية من قضية السلام، ما هو موقفها من قضية المعاناة الإنسانية التي كانت مهتمة روسيا كثيرا بها، ما هي موقف الأطراف الأخرى في الصراع مثل الإنقلابيين الحوثيين وجماعة الرئيس السابق الذي اغتالوه بعد ذلك الحوثيين، تحققت بصورة وضوح أكبر مع استمرار التواصل. أنا التقيت بالسيد لافروف قبل عام هنا، التقيت به في أبوظبي على هامش المنتدى العربي الروسي، التقيت بالسيد ميخائيل بجانوف مبعوث للرئيس بوتين أكثر من مرة في زارنا، والتقى مع الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، تبادلنا الرسائل، ساعدتنا روسيا كثيرا في عدد من المسائل وقدمت أيضا مساعدات إغاثية. لكن الآن على المستوى السياسي وإحياء العلاقات والاتفاقيات نشهد نقلة نوعية يعني كانت في هذه الزيارة هي يعني هي التتويج لها. الوزير في المؤتمر الصحفي المشترك بينكم وبين السيد لافروف تحدث عن أن روسيا تحتفظ بعلاقات مع جميع فرقاء الصراع في اليمن، النزاع في اليمن،
هل سيساعد ذلك برأيكم كثيرا؟ بمعنى هل يمكن أن تجمعكم روسيا كما تجمع السوريين الآن إلى طاولة حوار مشترك لإحياء فكرة التفاهمات الوطنية؟ روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وهي أحد الدول المهمة وعلاقتها مع اليمن جيدة. نحن متفقون وقلنا هذا في المؤتمر الصحفي مع الأصدقاء الروس على أن الأمم المتحدة هي إطار حل المشكلات. نعم. ولسنا مع أي تفرعات ثنائية أو محاور أو تخرج قضيتنا من إطار الأمم المتحدة. وروسيا في إطار الأمم المتحدة هي راعي أساسي، هي أحد الدول الخمس الدائمة العضوية أيضا، وهذا يوفر علينا أشياء كثيرة، لأننا شهدنا في بعض المراحل تدخلات مثل ما عرف في خطة كيري وما عرف، ونحن لسنا معها. أيضا روسيا تؤكد على أن المرجعية الثلاثة للحل المقررة عربيا ويمنيا وعربيا ودوليا، التي هي المبادرة الخليجية، استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية بما فيها 22/16، هي المرجعيات السلام والحل. على هذا الأساس دور روسيا مهم، لأنها تؤكد على هذه المعاني وتعيد التوازن وتبقي القضية اليمنية في إطارها الصحيح. وفي هذا الإطار نحن نرحب بأي دور روسي، وبما في ذلك الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع الحوثيين مع أنصار الله. نحن ذهبنا معهم إلى طاولة محادثات ثلاث مرات. نعم، ولكنهم الآن يقولون أنهم لا يريدون التفاوض معكم وإنما التفاوض مع المملكة العربية السعودية باعتبارها هي التي تقود الحملة العسكرية وهي التي تقود التحالف العربي. معناها أنهم لا يريدون الحل. المشكلة أولا يمنية يمنية، والمشكلة بدأت قبل التحالف العربي بأشهر طويلة. نعم. اجتياح الحوثيين لصنعاء كان في 21 سبتمبر 14، التحالف العربي كان في 28 مارس 15. نعم. ما بينهما حدث اجتياح للمحافظات والمدن ووصلوا إلى عدن، وقبلهما اجتاحوا عمران وغيرها. المشكلة هي يمنية أولا، التحالف العربي قال لمساعدة جانب الشرعية وفقا للشرعية الدولية. إذا ليس لديهم استعداد بالاعتراف بالطرف اليمني، معناه أنهم يريدون الحرب أن تستمر. نعم. ولا يريدون الحل السياسي. تعلمون جيدا أن نشرات الأخبار تحمل لدينا يوميا تقدم للقوات الشرعية. هذا صحيح. في مناطق مختلفة من اليمن، ولكن مراقبين وخبراء بالشأن اليمني يعتقدون بأن هذا لا يحقق حسما، أولا لطبيعة اليمن الجغرافية ولطبيعة القبلية، واليمن يعني توصف بأنها ربما من أكثر المناطق وعورة في الحروب، لأنه قد يكون مجموعة صغيرة من المقاتلين يستطيعون أن يشغلوا جيشا بأكمله لفترة طويلة. أنتم برأيكم هل يمكن فعلا التعويل على الحل العسكري ما دام الجانب الآخر أنصار الله والحوثيين لا يرون الآن ضرورة للجلوس معكم إلى طاولة مفاوضات؟ نحن أولا لم نختار الحرب، ولا زال خيارنا الأساسي هو السلام، وخيارنا الأساسي بحل حل السياسي، أعلننا هذا ونعلنه ونؤكده. الحرب فرضت علينا، ولكننا لن نستسلم أمام عصابة تريد أرادت أن تدمر الدولة وتقوم بالاستيلاء على الدولة وضرب الوحدة الوطنية. على هذا الأساس نحن ننظر للحرب أنها مقدمة للسلام وليست هدف بحد ذاته أو وسيلة لإعادة السلام. إن قبلوا السلام سيكون بها، وإن لم يقبلوا لن نستسلم وننتصر. عندما بدأت الحرب كانوا في كل اليمن، الآن 80% من أراضي اليمن تم تحريرها، وكل يوم هم يهزمون ويتراجعون والحكومة اليمنية تتقدم. أنا حقيقة أتمنى أن تشكل هذه الهزائم التي يواجهوها وهذا التقدم للحكومة اليمنية، والذي أشعر العالم كله بما فيها الأصدقاء الروس يشعروا الآن الحكومة اليمنية تتصرف بمسؤولية سياسيا وغيره، أن يؤدي إلى أن يوافقوا على السلم. ولكن إذا لم يوافقوا أنا أعتقد أنه هزيمتهم صارت قريبة. نعم. حسنا، كم أثر على الوضع العسكري والسياسي من تصفوهم بالمتمردين مقتل أو اغتيال المرحوم علي عبد الله صالح؟ هل أحدث هذا
فراغا أو في التحالف بين جيش أو أنصار الرئيس السابق وبين الحوثيين، أم أن هذا أيضا يدخل يصب في صالحهم في المحصلة النهائية باعتبارهم الآن أصبحوا هم يتفردون في قيادة المضاد للتحالف العربي؟ من الناحية العسكرية قد لا يكون هناك فارق كبير، لأن خلال 3 سنوات من تحالفهم مع علي عبد الصالح استطاعوا أن يستولوا على كل شيء، على كل شيء، على جيشه، على سلاحه، وعلى وأن يخرج. هل كان هو مستسلما لهذا الاستيلاء أم أنه كان يعتقد أنه يستطيع بعدين كما هو معروف، يعني رحمه الله كان يفتخر بأنه يلعب على رؤوس الثعابين؟ هذا تصوره، هو تصور هذا، وهو تعامل مثل قرصان أمريكي شهير اسمه مورغان، كان يقول دع القراصنة الصغار يقوموا بالأعمال القذرة ثم اجمع ما حصلوا، وإذا حاربتهم فأنت سيصفق لك الناس لأنك قتلت قراصنة. أعتقد بأنه سيأتيهم كقراصنة صغار، يعني يجتاحوا العاصمة، يقتلوا الرئيس الشرعي، يستولوا على السلطة، ثم هو سيقوم بمحاربتهم ويصفق له الناس ويجمع ما حصلوا من إسقاط السلطة بيده. لكن فشلت هذه الأمر، وبقي على اعتقاده أنه لا زال لديه قوة، مثل ما قال استولوا على المعسكرات سيقول لهم اخرجوهم من المعسكرات، لم يتصور. ولهذا عندما تحرك هو اعتقد بأنه سيستطيع أن يحقق هذا الأمر، مثل ما أدخلهم أن يخرجهم. هذا أمر طبعا تصور، يعني هو غلطة الشاطر. لكن دعني أقول لك شيء، من الناحية العسكرية لم يأثر فيهم قتل علي عبد الصالح العسكرية المباشرة كثير، لأنهم كانوا قد استولوا على السلاح وسرحوا جزء من الجيش، وقد لا تضيف هذا الأمر الكثير لقوات الحكومة الشرعية، وإنما سيكون هناك نسبة لا شك. ولكن من الناحية السياسية أنا أعتقد والشعبية أنهم خسروا الكثير. أولا طريقة أولا صاروا بدون غطاء سياسي. علي عبد الله صالح بالنهاية كان رئيس سابق مهما اختلفنا معه، ولديه حزب، ولديه أيضا علاقات خارجية وإلى آخره، ومعروف، والناس كان وهو سياسي، الناس كانوا يراهنون على أنه سيدفع في مرحلة ما بالتواصل مع الحكومة وبالسلام، ويعني وسيكون في إمكانية أن نجد شريك. عندما حدث هذا رفع الغطاء السياسي عن الانقلابيين، وأصبح العالم كله مقتنع أنه لا يوجد في الطرف الآخر شريك سياسي، لأن الحوثيين عبارة عن جماعة متمردة، عصابات بأيديولوجية دينية، لا ترى العالم الخارجي ولا تعرفه ولا تهتم به، ترى فقط القتال. فصاروا بدون غطاء سياسي. وكان أيضا عملية قتل رجل بهذه الطريقة البشعة، يعني عفوا هل لديكم معلومات كيف قتل؟ لأنهم الرواية، لا الرواية في أنه هرب وقتلوا، لا الرواية الأساسية أنه قتل في منزله وهو يدافع عنه، ونعم وبعد وهو أسير، ومن النقطة صفر ضرب هنا وفجروا له رأسه، يعني يعني عملية اغتيال، عملية اغتيال، واحنا اسميناها اغتيال، وهي جريمة بكل المقاييس بغض النظر عن اختلافنا معه أين كان. يعني نحن نعتقد أن القتل خارج القانون وخارج ذا هو جريمة لأي كان. ولكن يعني كيف يغفر شركاء أنصار رفاق الرئيس علي عبد الله صالح هذه الجريمة؟ يعني لا يعني الطريقة. وقع الناس سيد العزيز، ما حدث في صنعاء كان أمر بشع أدانته كل العالم، كما قالت الوزير لافروف أمس تحدث عن جريمة بشعة، استخدم في حي سكني كل أنواع السلاح الثقيل، وكانت عملية أرض محروقة، ودهمت المنازل، النساء، يعني أشياء خارج إطار حتى الأعراف الاجتماعية، حتى اعتقالات نساء تتم حتى الآن، يعني بما فيها النساء خارج اللي طالبوا بجثة علي صالح التي لا زالت مخفية ولم يدفن. ولم يدفن بعد. الرئيس علي عبد الله صالح، نعم، لم يدفن حتى لم يدفن لحد الان، لا، ولم يسلم جثته لاقاربه، ولا زال عدد من اولاده في الاسر، وعدد من اقاربه، وعدد من قاده جيشه. بعض الذين موجودين من حزبه في صنعاء كانوا تحت الصدمه والترويع لما حدث، ويدركوا بأن الانقلابيين الحوثيين دمويين ولن يتبرعوا عن قتل اي واحد منهم، كما قتلوا شخص يعني كان رئيس سابق، كما قلت مهما اختلف معه كان رئيس سابق ورجل كبير في السن وكل هذا. ولهذا شعبيا أيضا إلى جانب ارتفاع الغطاء السياسي الداخلي والخارجي عليهم،
شعبيا هم يعني خسروا كل الذين كانوا يؤيدوا الرئيس السابق، لكن الجميع يعني في حالة صدمة. الحكومة الشرعية تصرفت بمسؤولية، الرئيس عبد الرب منصور هادي ألقى بيان وفتح الباب لأعضاء المؤتمر ولكذا وأدان هذه الجريمة، تعالوا. والحكومة اليمنية تعمل الآن على توحيد المؤتمر، نريد أن تستمر كل القوى السياسية. يعني ممكن هل لديكم عتلات تأثير على المؤتمر؟ نعم، الأول أن المؤتمر جزء منه هو مع الشرعية، الرئيس هادي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وجزء منها كانوا مع الشرعية، لأنه حدث فيه انقسام عندما ذهب بعض مع علي عبد الصالح. ثانيا الجزء آخر اللي كان مع علي عبد الله صالح نزح إلى عدن إلى مأرب إلى الرياض إلى الخارج إلى مناطق تحت سيطرة الشرعية، وبعضهم انضموا للشرعية وبعضهم لا زال، حتى شقيق صالح علي صالح الأحمر كان قبل 3 أيام في لقاء مع الرئيس هادي، جاء وهو كان في صنعاء وابن أخي في عدن وإلى آخر يعني الآن يجري الحديث عن تلميع هذه الشخصية لتكون لها دور قيادي. شوف، ابن شقيق الرئيس، سأقول لك أمر أساسي، إرث صالح هو الذي أصاب المؤتمر وأصاب البلاد إلى ما وصلنا عليه. حصل الثورة، غادر البلاد أو غادر السلطة بحصانة وبأشياء لم تعطى لغيره، وحزبه بقى في السلطة. لو كان قد ذهب واعتبر نفسه سابق بالفعل كان حزبه سيبقى في السلطة وكان والبلد ستسلم. الآن بعد أن حدث هذا ابنه ابن أخوه إرث صالح يجب أن يكون هذا من الماضي، هذه صفحة، حتى القرارات الدولية تقول طي صفحة صالح. هذه محاولات إن جرت فهي أعتقد أنها يعني تطير في عمر. ربما أنتم على أطلاع أنه بعض وسائل الإعلام تتحدث عن تدخل إماراتي إلى جانب عائلة المرحوم الرئيس علي عبد الله صالح لجعلها هي التي تقوم بالدور. لا يعني أي اتصالات للأشقاء في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية أو كذا مع جميع اليمنيين هي جزء من جهد لملمة الوضع في موضوع التحالف. أما مسألة فرض حد أحد معين أو من الصالح هذه سيقررها اليمنيين. يعني لا خلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أن الممثل الوحيد للشرعية هو الرئيس هادي. بالتأكيد هذا الأمر، أصلا الرئيس هادي هو الذي جاب التحالف العربي وشرعيته هي التي شرعنت تدخل. نعم، وماذا يعني ولن يكون هناك خارج هذا. ولكن دعني أقول لك، في كل عملية مثل هذه يكون في عملية كبيرة وفيها تضحيات وفيها عمل مشترك، يكون هناك أخطاء ويكون هناك تباينات، ولكن ما الذي يبقى منها؟ هذا أمر كان مثلا مثل يعني مع الفارق في التشبيه، ولكن عندما كانت القوات المصرية موجودة في اليمن بعد ثورة 1979 كان في حديث مثل هذا الحديث اللي يدور الآن، وحتى عن استعمار مصري وحتى عن ولكن ذهب كل هذا وبقي الدور النبيل في مساعدة الشعب اليمني. هذا الذي سيبقى من تدخل الأشقاء في التحالف العربي، الدور النبيل في إنقاذ الشعب اليمني. أما هذه فهي تحدث في إطار عملية كبيرة، قد تحدث تباينات وقد تحدث حتى خلافات، هذا أمر طبيعي. وتصريحات السيد عدروس الزبيدي التي يقول فيها أننا لن نقبل بدخول أي من العسكريين الشماليين، اولا شو معناها يعني هذه يا اخي؟ اولا اليمن موحد سيد السلام، يعني اليمن موحد وسيبقى موحد وفقا للصيغة التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، دولة اتحادية من 6 أقاليم تعطى فيها حقوق الجنوب، ونحن نعترف بأن هناك قضية جنوبية ومظلمة حصلت من بعد الوحدة بعد حرب 94 وإلى آخره، وهذا الأمر كله نناقش في الحوار الوطني. وفي المستقبل إذا في أي أفكار أخرى تضمن بقاء وحدة اليمن وإعطاء الحقوق للجميع، الحكومة الشرعية مفتحة على هذا، والرئيس هادي هو من الجنوب وهو حقق الجنوب ما لم يكن يحلم أحد. لكن في بعض الناس يتصور بأن الجنوب ملكه، لديه ربما فائض من القوة التي تولدت نتاج للحرب التي أيضا ولدت بعض الفصائل هنا هناك، وهو لا يستطيع أن يكون شرعية ولا يستطيع أن يكون مسيطر، أقصى ما يستطيع أن يعمل مقتلة لأيام ثم تذهب. هذا اليمن سيبقى دولة
موحدة اتحادية شرعيتها ممثلة بالرئيس هادي، جيشها سيبنى على أساس جيش وطني وفق المعايير الوطنية. كل هذه الميليشيات التي تولدت في إنتاج الحروب، وهذا يحدث يجري صهرها وسنصهر لبناء جيش وطني. ما عدا ذلك هي أضغاث أحلام تعمل مشكلات، لكنها لا تقدم حلول لا لأصحابها ولا للبلد بشكل عام. والرئيس هادي بشكل متواصل في العاصمة المؤقتة عدن. الرئيس هادي يعني ذهب، يعني استقر، الحكومة موجودة في عدن برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في غالبيتهم. الرئيس الهادي ذهب مرات كثيرة، ولكن لأسباب مختلفة، ومن ضمنها حتى الاعتبار الأمني وإلى آخره، باعتباره رمز الشرعية ورمز الدولة منذ فترة، وهو متواجد في الرياض، ولكنه يتابع كل قضايا البلاد، وهو الرئيس الشرعي الذي لدى التحالف العربي، الرئيس الشرعي لدى الأمم المتحدة، لدى جميع الدول، والشرعية وليس في الإقامة الجبرية في السعودية. لا لا، يعني هذه مسألة فيها نكتة. يعني احنا كنا قبل معا انا وياه قبل شهر ونص تقريبا في ألمانيا في مؤتمر دولي ومؤتمر مناخ، وكنا قبلها في الأمم المتحدة، وهذه نكتة أنه تحت الإقامة الجبرية. أصلا الرئيس هادي هو أساس شرعية الدولة وأساس شرعية التحالف العربي، والآن يدرك احنا كنا في روسيا هنا أمس في اللقاءات مع السيد لافروف وغيره. واحدة من عوامل تطور الموقف الروسي هو تطور موقفها باتجاه الشرعية، باعتبارها شريك حقيقي في السلام، شريك حقيقي في العلاقات الدولية، لديها تفي بكل التزاماتها وعقودها، وهم تأكدوا من أن الذي يمثل الدولة بمعناها أيضا أنها تسيطر على أجزاء كبيرة من الأرض، تتطور خدماتها لتقدمها للمواطنين. الآن سيكون لدينا بإذن الله الشهر القادم أول مرة ميزانية منذ الحرب موازنة. هذه المعونة السعودية. لا لا، المعونة السعودية هي وديعة لدعم العملة. وديعة فقط. لكن احنا نتكلم على موازنة. موازنة نعم. موازنة فيها بعض الموارد التي توفرت للحكومة، استعادت الحكومة وغيرها. سيكون لدينا لأول مرة موازنة، ستشمل الموازنة حتى بعض القطاعات في المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين، على الرغم من أنهم يقوموا بأخذ الموارد ولا يوردوها، لكن نحن مثلا قطاع العدالة، قطاع القضاء وغيره، نصرف على أننا لا نريد جهاز العدالة أن ينهار وإلى آخر، والصحة إلى آخر. وسيقرها إن شاء الله البرلمان اليمني الذي سينعقد لأول مرة موحدا في القريب في عدن. عدن هي عاصمة القريب، يعني شهر شهر بهذا الحدود. عدن هي العاصمة. طيب هذا البرلمان سيكون بانتخاب ولا؟ لا لا، البرلمان القديم. القديم نعم نعم، بدورته غير المنحلة. نعم نعم، هذا البرلمان سينعقد عدن، هي العاصمة المؤقتة وستبقى هذا. ونتمنى ان احنا في وقت قريب سوف نقوم بعملية يعني توفير مناخات وأجواء أفضل لأن تعمل السفارات في عدن. نحن الآن تحدثنا أيضا مع الوزير غفاف بقضايا كثيرة، من ضمنها وضع السفارة الروسية في عدن. الجوانب الأمنية ستتحسن، العلاقات كل ما تحسنت الجوانب الأمنية سنحيي الاتفاقات مع العالم كله السابقة بما فيها مع الأصدقاء الروس فيما تصل بالمحطة الكهربائية التي أنشأوها في عدن وإعادة تفعيلها. الخدمات موجودة الآن، متوفرة للجزء الأساسي، تتحسن يوم وراء آخر. نعم. يعني اليوم استمعنا إلى أحد محافظي الجوف، أعتقد محافظ الجوف، يقول أن هذه المساعدات التي تتحدث عنها المملكة لا تصلنا، يعني هم يسمعون بها يسمعون قعقعة ولا يرون طحنا، هكذا يقول. يعني لا، في الحقيقة يعني أنا لا أعرف ما هو الذي أملى هذا الاتفاق، ولكن في حقة الأمر أولا هناك كان نداء استجابة إنسانية عن طريق الأمم المتحدة توصلت فيها، كان هناك العديد، مركز الملك سلمان، الهلال الأحمر الإماراتي، الهلال الأحمر الكويتي، عدد من الدول الشقيقة أوصلت مساعدات لمناطق مختلفة، ونحن كنا وهذا أيضا بحثنا مع الأصدقاء الروس، لأن روسيا أيضا قدمت مساعدات في عدن وفي صنعاء، والآن وعدونا بمساعدات أخرى. نحن نرى أن كل مناطق اليمن هي مسؤوليتنا بلا استثناء،
والتحالف العربي يعاوننا في هذا الجانب. الآن في برنامج جديد لسه لم ينفذ حتى يقولوا أنه سمعنا يعني يتصوروا اليوم الثاني هايرة لم ينفذ، سيشمل أشياء كثيرة جدا من ضمنها مشتقات نفطية، من ضمنها مساعدات غذائية ودواء، وستخدم فيها كل موانئ اليمن. يعني بقي ثواني قليلة أسألكم، هل ترحبون بالمندوب بالمبعوث الأممي الجديد الذي من الممكن أن يكون بريطانيا؟ يعني أود أن أشير لأنه إسماعيل ولد الشيخ أحمد نحن نكون له كل الاحترام، وهو لم يفشل. نعم. وإنما أفشل. لأن الحوثيين في والبريطاني قد ينجح، والبريطاني ربما يتم إفشاله للذي لا يريد السلام. نحن نرحب بأي شخص تقرره الأمم المتحدة وسنتعاون معه، ونحن نعرف السيد مارك وعلاقتنا به جيدة. نعم، كان هو يعني وزار اليمن وهو وسيط جيد وسمعته جيدة، ونحن نرحب به إن جاء. الأستاذ عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن ونائب رئيس الوزراء، شكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم مرة أخرى في استوديوهات RT في موسكو. ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.